لو بدنا نقيم خدمات العلاج الطبيعي المقدمة في وزارة الصحة الفلسطينية جيد إلى المتوسط من حيث الخدمات وقوتها وجودتها، بحكم أن معظم الخريجين هم خريجين محليين، ولازلنا نعاني من بعض المشاكل الموجودة والتي بحاجة إلى تعزيز وتحسين وتجويد في هذه الخدمة. من أهمها دعم الكادر البشري، تحسين قدراته من حيث التقييم والممارسة العملية والمهنية والمتابعة الفنية من خلال التعاون مع مؤسسة العون البريطانية الطبية للفلسطينيين، مما ينعكس إيجابياً على الخدمة. بالنسبة لهذا التدريب في مجال العلاج الطبيعي لمشاكل الأعصاب، أنا بتوقع أنه حيساعدنا كتير في علاج مشاكل الأعصاب، مشاكل الاتزان، مشاكل الدوار، مشاكل التوافق العضلي العصبي اللي بيعاني منها المرضى. طبعا هذه فرصة إن من خلال الإكسبات والخبراء اللي بيترددوا من خلال مؤسسة العون البريطانية للفلسطينيين، إنه إحنا نستفيد من الخبرة الدولية والخبرة الإقليمية التي تأتي لغزة، بحيث نستفيد منها ونسخرها في خدمة المترددين والمستفيد من خدمات العلاج الطبيعي. نطمح باستمرار هذه الميشنز اللي من شأنها أنها تضيف إلى خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل، وأيضا نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم الإقليمي والدولي الذي يصب في خدمة الواقع الصحي في قطاع غزة وفي فلسطين.